الله يسعد مساك يا رب، مساء الخير، مساء النور، مساء الورد من البلدة القديمة في مدينة ستوكهولم. يعني ما أجمل هالأزقة وهالممرات وهالإضاءة في البلدة القديمة، سبحان الله. بالليل المنظر رومانسي جميل ورائع جدا جدا. نحاول نحكي لكم يا إخواني الكرام عن أسئلة المتابعين وتعليقات المتابعين. بالنسبة لأسئلة المتابعين يا إخواني الكرام، أول شيء حاب أحكي لكم يا إخوان الكرام، أنا لا مختص ولا محامي ولا قاضي، أنا شخص عادي مغترب صار لي بيجي 12 سنة في السويد وفاتح صفحة عرب السويد. يعني الهدف منها كان من الأساس هو عبارة عن إنه إحنا العرب عايشين في السويد وبلد كبير وبلد ضخم، فكل واحد فينا يساعد الثاني في معلومة، كل واحد ساعد فينا في خبرة، في شغلة هيك بعرفها يقدم خدمة لأخوه التاني. بس لاحظت أنا أنه أكثر أسئلة المتابعين عن مواضيع السفر، ويا ريت كمان عن مواضيع السفر العادية. يعني بتوصلني كثير أسئلة من إخواننا المتابعين عن طرق التهريب، وللأسف يا إخواني الكرام أنه في كثير ناس انتصب عليها وما تعلمت، وإحنا كمان بنحاول أنه إحنا يعني نوضح للناس عشان ما تنتصب عليها من خلال القصص اللي مرت علينا. فهذا لا يعني أنه أنا مختص ولا مستشار ولا خبير، أنا بقدم بس من خلال قصص الناس الآخرين عشان أنتم ما تتورطوا. ولا إحنا هدف الصفحة يعني كلياته مركز أكثر إشي على حياة العرب اللي موجودين في السويد، وبالإضافة إنه إحنا عشان إخواننا اللي عرب اللي مفكرين يجوا على السويد نحاول نعطيهم صورة عن الحياة بالسويد وصورة عن بعض ما يحدث في السويد من أحداث، بحيث إنه الواحد فيهم مثلا يعرف. يعني زي هسه مثلا على سبيل المثال إخواننا العراقيين متظاهرين عشان في رفوضات لإقاماتهم، عشان العراقي يعرف إنه لو اجى على السويد مو بالسهوله يحصل على الاقامه، لازم يكون عنده قصه خاصه. واخونا الفلسطيني كمان، اخواننا الفلسطينيين كانوا عاملين مظاهرات. فيا اخوان الكرام، بعض الاخوان بضلوا يراسلنا ليل ونهار وظهر وعصر وبلح علينا في الاجابه للاسئله، وكاننا متفرغين مجانا 24 ساعه نرد على اسئله اخواننا اللي بده يسافروا. فيا أخي الكريم، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، فلا تضغط علينا بالأسئلة، وياريت نركز على أسئلتنا على الحياة والمجتمع العربي في السويد، وعلى تربية الأبناء، وعلى أنه إحنا كيفنا نكون فعالين في هذا المجتمع، وكيف نكون مبادرين في هذه البلد، وكيف نبني جيل صالح في السويد. ففي قضايا كثيرة مهمة لأخواننا العرب في السويد، وأخواننا العرب اللي خارج السويد إحنا عادة نطرح شو في أخبار من خلال المواقع ومن خلال مصادر. أنا دائما بحاول أرفق، حتى صرت أرفق بالعربي بالسويدي عشان الناس تستفيد. فيا أخواني الكرام، بدك تفهم شغلي، أنا لا مختص ولا محامي ولا أي شيء، أنا شخص عادي دارس علم النفس وعلوم سياسية، وحبيت أشارككم خبراتي وخبرات الأشخاص الآخرين. فلا تلحوا علي في الأسئلة هاي الكتيرة عن طريقة السفر والتهريب وكيف أسافر. أنا دائما برفق المواقع وكل فيديو من الفيديوهات، ارجعوا عليهم بتلاقوني مرفق لكم أهم المواقع، من مواقع دارة الهجرة وإنفورميشن ومسفيريا، وأهم المواقع ومواقع الدراسة في السويد والشغلات اللي زي هيك. فبلاقي إنه الشخص بيعيد السؤال 20 مرة، مرد نظلنا نعيد ونزيد. والمشكلة إذا بتبلش تجاوب واحد عن سؤال بدخلك ب20 سؤال وراء، وبزعل منك، بصير يقول لك أنتوا العرب غير متعاونين وما بتحبونا وبدكم السويد إلكم. يعني من تعليقات الإخوان اللي خارج السويد بصير يقول لك أنتوا بدكوش إيانا نيجي على السويد وبدكم السويد إلكم، وتهنى بالعسل وخدوا السويد إلك. ومن الكلام هذا اللي هو غير مبني على منطق، يعني سويد كلها فيها 10 مليون. نتمنى لو كل الأمة العربية تيجي على كل أوروبا، أو نتمنى كل الأمة العربية تنهض النهضة اللي إحنا بنكون مش بحاجة أي شعب من شعوب الأرض. فالأرض كبيرة وواسعة، ورب العالمين يقول لك فسعوا في مناكبها. فإذا أنت عشانك عاجز أنك تسافر أو غير قادر، أو عشان أنه إحنا نكتب الحقائق نرفض الحقائق. يعني إحنا قاعدين نحكي لك على أرض الواقع، في إخوان عراقيين صار لهم سنوات مرفوضين، في إخوان من فلسطين صار لهم سنين مرفوضين في السويد، اللي صار له 10 سنين واللي صار له 8 سنين. فيا أخي الكريم،
إذا أنت كنت تفكر تيجي على السويد، قصتك حاول اعرضها على إنسان مختص، اعرضها على محامي، اقرأ، ادخل واقرأ. أنت داخل على مشروع المستقبل، مشروع بدي غير حياتك كلياتها. فإذا أنت ما دخلت على هالمواقع اللي إحنا أرفقناها وغيرنا أرفقها وحاولت ترتب قصتك وتنظمها وتزبطها، أنت هيك للأسف قاعد بتضيع وقتك، وممكن توقع بإيدين النصابين والمحتالين اللي كل شوي بينزلوا مرة على عقارات، مرة على شراء بيوت، على أراضي، على قصص، على زواج، على عقد عمل، وبضحكوا على الناس وبأخذوا منهم آلاف الدولارات. وياما سمعنا قصص وحكايات عن هاي المواضيع. فيا إخوان الكرام الله يوفقكم. بعدين دائما بحكي أنا في مواقعي، إذا أنت يا أخي مش متأكد من شغلة ارجع عندك مصادر. المشكلة إنه إحنا تعودنا على اتهام الآخرين، يعني بتلاقيه مش عاجبيته فكرة أو مش عاجبيته كلمة أو فيديو من الفيديوهات على السريع بصير يسب على الشخص نفسه ويتهجم عليه، وزي كأنه أنا والله حاكم السويد أو أنا الوالي تبع السويد إني أنا المانع يجي. يا أخي تعال، هاي المطارات مفتوحة. وبعدين لما تهاجم انت مش راح تستفيد اشي، انت قاعد بتزيد على حالك الضغط وبتزيد على حالك الهم وبتزيد على حالك الهم. فيا اخي الكريم احنا قاعدين بنوضح لكم شو بصير قاعد في الغرب، قاعد الاحزاب العنصرية بتزيد، قاعد الاقامات بتصعب، واللي كان زمان ما عاد زي زمان. افهموا هاي القاعدة. واحنا في ناس بيقول لك طب ما دام انتوا كل هالسلبيات وكل هالشغلات هاي ليش ما ترجعوا؟ يا اخي الكريم احنا جينا قبل، اللي جاي قبل 10 سنين، اللي جاي قبل 12 سنة، واللي جاي قبل 13 سنة، فكان الوضع نوعا ما مختلف، كانت نوعا ما الإقامات أسهل، كانت إقامات العمل أسهل، كانت إقامات اللجوء أسهل، كانت الأمان في البلد أكثر، ما كنا نسمع على تفجيرات ولا كنا نسمع، ولا كان الحزب العنصري بهالدرجة، ولا كان في إجراءات كثيرة وسوسيال كل فترة تسمع. يعني صار في تغييرات كثيرة، العملة كانت قوية، هسه العملة نزلت انخفضت تقريبا 30%، يعني كان الألف يطلعوا 130-140 دولار، هسه الألف يلا 100 دولار وشوي، 100 دولار وشحطة. فتأثرت العملة وتأثرت الناحية العنصرية بالبلد وتأثرت العقارات، السكن صار من الصعب جدا أنك تلاقي لك سكن، وغليت وارتفعت الأجارات وارتفع حتى المصف السيارات. ففي أمور كتير تغيرت في الحياة في السويد، وصعوبة بالعمل مو بسهل، ومشاكل المراهقين، فأمور كثيرة صارت في السويد وتغيرات. فاللي ما بتابع أو اللي مركز لي بس على النقد وعلى التهجم، إحنا يا أخي الكريم من سنوات بنحاول نقدم المعلومة الصحيحة، ومش مستفيدين. إذا بدك تحسبها فائدة مادية مش مستفيدين من حدا، يعني خلينا نكون واضحين معكم. إذا أنت يعني شاك إنه إحنا نستفيد ماديا، لا يا أخي الكريم، إحنا ندفع من جيبتنا، احنا بدنا نقدم معلومه، بدنا نفيد اخواننا المسلمين جوات السويد وبرات السويد، وبنركز على قضايا الاسره وتربيه الاطفال، لانه قاعد بنسمع قصص اشكال وعجائب من مواضيع الاطفال وقصص الاسر اللي بتتهدم، واسرنا حتى قاعده بتتاثر في الاعلام، وما بيبثوا الاخوان والخوات هذول اللي بيطلعوا لك كل شوي على الاعلام اللي بنادوا بالحريه اللي هي مش واضحه. حريه ابصر من وين جايبينها؟ هم فكروا الدين تبعنا ما فيش فيه حريه، بس هم بتلاقيهم نفسهم مش فاهمين الدين، ممكن هاربين من اشخاص اضطهدوهم فعندهم حالات خاصه، فبدي يحاولوا انه يعمموا هاي الحالات. ففي قضايا كثيره من تربيه الاطفال، من الروضه للاطفال، انه احنا بننصحكم يا اخوان الكرام اللي عنده اطفال عشان يتعلموا اللغه ويكتسبوا حب الام. يا أخي الكريم أنت جاي على السويد مش تخلي 100% هدفك هو بس جمع المال، خلاص خلي ابنك يقعد معك، وخلي مع مرتك يقعد له سنتين ثلاث حتى يرضع منها، وحتى يتعلم منها اللغة العربية، وحتى يتعلم منها شوي من مفاهيم الدين ومن العادات ومن بعض الـ 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 الأمور اللي بتربطه وبتخليه يرتبط في أسرته ويحبها، بدل ما بكرة إنه من أول شهر تودوه على المدرسة على الروضة تخسروا ابنكم. ففي قضايا كتير بنطرحها من أسرة، من أطفال، من تربية جنسية، من أولادنا، من المسابح، من قصص هاي. بس يا ريت تشاركونا، يا ريت نحط إيدنا على إيد بعض ونشارك بعض في هالقضايا هاي عشان نقدم معلومة ويستفيدوا منها الجميع، ونكون كلياتنا إيد واحدة بدل ما نظلنا متفرقين في البلد. أتمنى للجميع التوفيق من بلدي القديمة في مدينة استوكهولم، أخوكم رائد. إن شاء الله نرجع لكم فيديو تاني، ويا ريت إن شاء الله تفهموني في هذا الفيديو. وكل إنسان بيعمل لنفسه ورب العالمين راح يحاسبنا جميعا يوم القيامة. أتمنى للجميع التوفيق، أخوكم رائد.